نمستي. صحيح انه اليوغا بيلعب دور كتير مهم ببناء ليونة ورشاقة الجسم، بس في كتير عالم ما بتعرف انه اليوغا بيساعد على تنظيف الجسم من السموم. كيف؟ اهم شيء باليوغا هو التنفس، مش حيلا تنفس، تنفس من البطن. بهالطريقة بنكون عم نشرج اعضاء الجهاز الهضمي، بيصيروا يشتغلوا احسن، وهيك بيقدروا يظهروا السموم من الجسم. طريقة التنفس هي بالتالي: لازم نتنفس من البطن، والشهيق والزفير بيصيروا بس من المنخار ومنسكر الدم. الوضعية لازم نتنفس فيها هي تكون يا قاعدين أو نايمين على ظهرنا، أعصابنا مرتخيين وإيدينا حدنا. منرخي ومنسكر العيون ومنركز على التنفس. عالشهيق مننفخ البطن، وعالزفير منبلع البطن صوب الظهر. والأهم إنه الزفير لازم يكون ضعف الشهيق، يعني نتنفس على ثانيتين أو 4 ثواني، ومنفض النفس 4 أو 8 ثواني، وبهالطريقة بنكون نظفنا الجسم.